من محياهم ينطلق البشر ومن بسماتهم تنطق السعادة، وهم يعيشون أجمل أيام العمر في حفل زفاف جماعي أقامته المنطقة العسكرية الخامسة لـ60 عريسا من منتسبيها في فعالية فرائحية احتفائية في مدينة مأرب، حضرتها قيادات عسكرية ومدنية واجتماعية وحشد من أقارب العرسان وزملائه. العرس الجماعي لأبطال والرجال المنطقة الخامسة برعاية والدهم وقائدهم اللواء الركن يحيى صلاح قائد المنطقة العسكرية الخامسة، وإنني بهذه المناسبة ونيابة عن قيادة المنطقة أهنئهم وأبارك لهم هذا العرس الجماعي المهيب. هم زملاء ورفقاء نضال طالما جمعهم الجبل والصحراء واحتفت بهم البندقية والمترس، وها هم اليوم يعيشون الفرحة ويحتفون بالحدث الاجتماعي الأبرز في حياتهم، تحيط بهم البهجة من كل الجوانب وترنو إليهم الأنظار بالغبطة والفرح والتمنيات بحياة سعيدة وأفراح دائمة لا تنتهي. شعورنا يعني شعور يعني لا يوصف مع زملائنا الذين ظلنا أعواما بعد أعوام مدة 6 سنين 7 سنين، وكذلك شعور لا يوصف شعور، وإن شاء الله تتم الفرح هذا دائما وأبدا إن شاء الله بإذن الله. رقصات شعبية وأهازيج طربية وتفاعل كبير من الحاضرين يعكس أجواء العرس البهيج ويؤكد أن مشروع حياة يتخلق من وسط ركام الحرب، وأن الأيادي القابضة على الزناد ستكون رافعة المجتمع اليمني إلى مستقبل حافل بالخير مترع بالسعادة. نشكر قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بإنجاز هذا العمل والفرحة الكبرى التي لم كن تتوقع أن بهذا المجهود والعرس الجماعي، وإن شاء الله هذه الفرحة تكتمل ونكتمل الحمد لله نصطيننا. الحمد لله الذي وفقنا لهذا الفرحة الجميلة مع زملائنا الذي عشنا معهم في المتارس في المنطقة العسكرية الخامسة مع زملائنا، وفقنا الله لهذا الفرحة الجميلة، وإن شاء الله ربنا يوفقنا لنص الجميع. تخلل حفل الزفاف وصلات فنية وقصائد شعرية ومشاركات متنوعة رسمت في مجملها لوحة بهيجة وتمنيات صادقة، وأكدت ما يحظى به المناضلون العرسان من محبة وما ينتظرهم من سرور في حياتهم الزوجية التي يليون أول أيامها البهيجة. محمد القليصي لقناة سهيل مأرب.